السلام عليكم، ان شاء الله راكم كاع بخير. اليوم رايحه ندير معاكم المرقه بالباذنجان اي لي بولات دو فيوند هاشي. راني وجدت كل شيء وغادي نديرها في الطاجين تاع الطين كما راكم تشوفوا. نخليه يطيب في عقله. اما هنا غادي نبدو بالزيت. انا ندير زيت الزيتونه بالكم بلي زيت الزيتون تاع فرنسا aussi il est pas très très fort hein. ما فيش ديك الريحه تاع زيت الزيتون اللي رانا مشتاقينها. ومن هنا غادي نشعل ما بلاك هنايا باش نقلي الدنجال. بس نقليه كيما راه بالطول كالكيلي. Je vais les faire frire dans l'huile de son goût. هنايا غادي ندير البصل راني قطعته. كما راكم تشوفوا راني قطعته بالطول. وي ورقي قطعته ما قطعتهش خشين. فوالا بديت شويه على الافونس باش ما تجيكمش لا فيديو طويله. هنايا نخلو البصل يتمرق غير وحدو. نخلطها مليح باش الزيت يدخل فيه. هنايا راني شعلت على هاد لابيتيت كاسرول باش نقلي شويه الباذنجان شويه نحطها. وقبل ما نديره ينقلى هو مش صغيره. قبل ما نديره ينقلى نحل وحده بين ربعه اون كاتر فلوفريها كيما هكا. راح ندير ربعة تاع الحبات. غير يدبلو فوق في المقلة شوية في لاكاسرول بالزيت باه يجي لو كو تاعو راح مليح. ونخلوه بلابو تاعو خلو بكشور هو. مازال نطلع على راحتنا. نطلع حلو النار وراني قشرت البطاطا عوسي وقطعتها دوار دوار وهكاك خشينا. فوالا بالبطاطا مي اما فاسون اما فاسون. هنا راه عندي شويه تاع اللحم مرحي راني درت فيه لي زيبيس في كركمان جنجمبر دو سيل القزبر مع معدنوس شويه تاع الروز وغادي نزيد عليه البصله. راهي عندي استادير بقيت لي البصله هذه خطره درت بها لا فارس وبقات لي منها مطحونه وفيها كل شيء. نزيدها عليها هذه هي تحسبوها هريسه هي لا غير البصله اللي جيلي اشي
et je les fais cuire à la poêle avec des tomates et du persil et les épices. Tout ce qu'il y a. Allez, نزيد واحد مغرف كبيره كيما هاك سي عاصي هكذا كنرون عليها نرون كل شيء بيدي باسكو غادي ندير كويرات اللي غادي نحطهم في الطاجين راني درت شويه تاع الملح باسكو اللحم لازم يكون شويه مالح ما يطيبش من الصوص تاع لافيون داشي كونت لا صوص كما راكم تشوفوا فوالا دوك نحطها نحط هنايا الباذنجان نشوف فيه الزيت بدا يحمر نبدا نروح نغسل يديا نبدا يطربي هنا مرة تدخل من عيش ندخلها بسيطة اليوم وخاطر حطيت في مرة الباذنجان هذاك غادي يطيب في المقاع اخر شوفي هاي طيب على هواه البصل يدخلوا شويه هذاك يدبال شويه حنا نقولوا ها غادي ندير عليه شويه تاع الملح باش يدبال كما راكم تشوفوا الملح تاعنا خفيف هنايا ندير عليه شويه تاع الثوم ملحي الفلفل الأسود الحروف ندير عليه تاني كافي ما لا كوريان القصبر مرحي هادو كاع نديرهم مع بعض باش نزيد ندير شوية تاع الزعفران ماشي بزاف هذا الزعفران تاع البلاد Comme je suis descendue à Laurent, ça fait 4 ans. Je suis à rien. On ressent que lui, il est très bien. On a le vrai. Voilà, on a le macroché. Je suis à ta zite. راه كاع نشف مبقاش بزاف ولا راه لا غير يجي البوشو تاعه صغير يصير غير شويه خليه يدبل يدبل غاية بعد ندير لاصوص طوماط مصبرة دون ان فيغ ندير واحد المغرف ونص باردون مع الحس
مغرف ونص تاع راس الطومات مسطره، ندير عليها عندنا البيردو ونخلطها. هنايا ما درتش الملح، غادي بيان غوماركي باسكو راح ندير ان كوب دو بويون. ندير مونطري نتاع الكوب تاع الخضار، غير الخضره فيه وي، نتاع الخضره ندير واحد ندير الجبنين باسكو غير الخضره. نشوف على الباذنجان ندوره شويه بالعقل باش ما يتقلش، باسكو انا نقص ساعتين على اربعه. نخلو تويوغ هذا كيف ما راقي باش من بعد ما نقوم نديرو شوية تاع الما، ثم نخلط مع لا طوماط كونسونطري. كيما راكم تشوفو ندير شوية تاع الما في الكاس ونحرك باش ندير هادو تاع الطوماط نديرها كاملة. نخلط بالعقل كما راكم تشوفو، نخلو عاد زيت مراق غير بالعقل عليها. هانتوما شوفو كيفاش راه بيان بيان، داك البصل قاع داب راه غاية. انا نزيد عليه شوية تاع الما ماشي بزاف، نديرو في الكاس انايا ندور الباذنجان هذيك البنه تاع المقلى تاع الزيت، نعرف باقي لها بزاف ونبلعها. هنايا غادي نحطو البطاطا كيما راكم تشوفو كيف تاكلو وياي، ثم البطاطا كيما راكم تشوفو، غادي نحط البطاطا كيما هاكا نتاع ندورها.
ونزيد نحط عليها اللحم كواري كواري لي بولات، خبزوه شويه خبزوه باسكو ما درتوش، سوف نخليه مقوى من الخبز سيميو. نطلعوا لها شويه ولكن باش ما تنحرقناش، شي تبغي بالعقل على تاع الطاجين. ومن بعد نشوفوا لا نزيدوا لها الماء ولا لا. هادي راه يطفش غير كم مينيت، غير شويه برك شوية. ممكن هادو نديبغاسيهم شوية. طيب لكم مليح طاجين وي هذا راه سخون، ندير في وسطو ان بو تسعد بعد نجا كما يكونش مالح، راكم عارفين تجي ماشي شباب، ونديره من الفوق شوي فرشات واو سي شو هذا وين لحته من المقالي، ندير شويه اونكور شوفوا الاحمر لداخل. راه يبان لكم كي راه احمر، ها شوف احمر. اوليو باش تطيبوه مدور، الوغ موا جي شونجي جي كتر لو مات اون بليس هداك الصغير بديتو بالحبة سي ميو. ونزيد الفلفل الجوية احنا نقولولها الجوية، وهارنا يقولها جوية بان هي انا وهرانية، فوالا حنا نقولو الجوية هاي المغسولة ونقية نحطوها هكاك هنا. وهاد الجوية مات ماشي حارة بزاف، ماشي حارة اون فادير حلوة، شريتها عند التركوسي هما يبيعو الحارة والحلوة. فوالا دركا غادي نغطيه بالكوفير تاعه ونخليه يطيب على هواه. غادي نزيد غير شويه تاع المرقة ان بتي بو بار لا ان بتي بو بار لا، باسكو رايحه نطيب الروز اللي ما يبغاش ياكل البطاطا اللي راهي هنا يدير شويه تاع الروز في الطبسي تاعه. فوالا هنايا جبت الروز درت جوج كيسان تاع روز
غسلتهم مليحة خاطرش في واحد هكذا كيف لانيدون بوغ غسلوهم مليح. Et je vais le mettre à cuire. C'est un rose. Qu'est-ce que c'est un rose? Je fais deux cuissons de l'aliment. هذا زاوج فوالا وخلوه يطيب على هواه. انا نخليه يغلي من بعد نقص عليه الكعك. انا نزيد له فوالا ابخي جو بيسي باش يطيب مليح الفوار تاعه وكاع لازم تغطيه. جبت الجبن الصغير خليه كي يغلي هيا نقص له الكاز لا بلاك اليتريك دعوة حامية. هذا راكم تشوفوا فيه راه يطيب العقل هيا راه يطيب عقله ها راني نقص له ثاني هو هذا غي يغلي نقص له ندير عليه شوية تاع الملح لا ما يطيبش صامت j'aime bien ramasser mes affaires j'aime pas qu'ils traînent sur le plan de travail voyez اللي نخدم بها نلمها sinon il faut lire le moyen هذا غير يغلي نقص له صايب دا يغلي خليه شويه يدخل فيه فوالا دوك نقص له وخليه يطيب غير بالباقي عندي لها 5 طيب العقل يطيب كيما راكم تشوفوا قبيلات انا قلت لكم درت زوج كيسان الماء ولكن ديروا ثلاثه تاع الماء في كاس تاع روز ها هو صرا يطاب دروكا راح نصفيه الماء تاعه كيما راكم تشوفوا طاب نصفيه نشلح شويه ما نبغيش هذيك لاميدون نخليه يقطر مام كي تشلوه يحبس من الطياب كما ودي لكم روينة والماكلة تاعنا هادي اي ماش على الحامي اللي يقدر يلقاني سوليسيون فور سا البوشون تاعها حامي هنا
هو عيزلت نشدي بها لي فوالا كما راكم تشوفوا تاعو حامله هاني كملت راح طاب كما راكم تشوفوا راح شويه فيت على صوص باسكو مع درت الروز بالك ولادي ياكلوا الروز مع صوص كلشي راه طايب البطاطا راهي طايبة كلشي راه طايب كيما راكم تشوفو البطاطا راهي طايبة اللحم راه طايب الدنجال راه طايب كلشي الكفتة طايبة البطاطا طايبة يعني تهرس وحدها البطاطا تهدس وحدها شوف طيب طيبة ما عليا غير ما نطفي عليه هيا ونخليه يقعد في لاصوص تاعو هيا والجوية نخلوها حنايا شوية كروكونت ما نبغيش نطيبها بزاف كيما راكم تشوفو فيها من بعد الجاي لا صاي ما شاء الله هاويلا وينا كيف الطف الطبسي تاعهم اللي بغا ياكل فوالا الماركه تاعي بال الدنجال تاع نهار اليوم راهي واجده راني وريت لكم لي نوت ريسيب باسكو موالف انايا نقطعها دوار دوار ونقليها وندير لها لاصوص بالحمص والبصل وهذا خاطر جي شونجي لا ريسيت جي شونجي لا ريسيت والبنة ما دقتهاش معاكم سي فري كو هندوق باش نقولكم معني ما نقولكم ما خاص الملح ما خاص والو نخليهم هكا خليها في الطاجين تاعها والروز راه واجد فوالا واش راه واجد تو اي بري راهي طباخ باسكو لا بلاك راهي حاميه كي تبرد يحبس باش نشوف لا صوص ك سو لي كوتي تاع لي مارمي فوالا كيما راكم تشوفوا شاهدكم في الجنة انا نقول لكم تهلوا في رواحكم ولا رايحين تفطروا حنايا غادي نفطروا دركا على 12 نفطروا 12 ناكلوا ونقولكم على بروشين غوسيت ان شاء الله اي جي فو دي اونفوار ايا بسلامة بيزو